نبداوها مع عزيزة من مدينة صفرو في مشاركة أولى. عزيزة صباح الخير. صباح الخير لالا دليلة، كيف صحتي؟ لاباس الله يبارك فيك، دايره انت لاباس عليك؟ الحمد لله على سلامتك، صحنا صوتك الغزال. ربي يخليك لالا، الله يزين ايامك. قولي لالا عزيزه اش غاتك؟ شكرا جزيلا ومرحبا بك معنا، شنو غاتعطينا؟ في الاول لالا دليلة يعطيك السر، ما تفوتنيش الفرصه باش نشكر هذا المنبر الاعلامي المتميز اللي خلق واحد صله وصل بين المستمعين، اللي من خلالكم اكتسبنا صديقات عائلات جداد، يعني تشاركنا افراح بعضياتنا واحزان بعضياتنا، كنديروا معهم صلة الرحم عبر الهاتف مع ناس ما كنعرفوهمش. لا يعني هذه ان شاء الله محسوبه لكم في ميزان حسناتكم. اللهم امين، اللهم امين، هذا مكسب لينا تحنا، تبارك الله عليكم والله يدومها محبه ان شاء الله. لا لا يخطيك لالا جليلة. نعم لالا. في الاول بغيت نعطيك واحد البراوني بالشكلاط. بالنسبه للمقادير ديالو غادي نحتاجو 200 غرام ديال الشكلاط. 200 غرام ديال الشكلاط. شكلاط غبره يكون مر. ولا بغينا نحسبوه بالكاس تقريبا غادي تجينا داك الكاس ديال العنبه فيه تقريبا كيهز 120 غرام، دونك غادي تجينا واحد جوج كيسان لا روب. نعم يعني كاس وكاس الاخر ما يكونش عامر ياك، يكون غير النص ديالو. 200 غرام الزبده مذوبه نفس الكاس. 200 غرام ديال الزبده مذوبه يعني نفس الكاس واحد غيعطينا 200 غرام زبده ياك؟ لا تقريبا نفس بحال كما درنا قبيله، كاس والكاس الاخر غادي نديرو فيه تقريبا نص، نزيدو شي على النص كاس نعم. وثلاثة البيضات. ثلاثة ديال البيضات. كاس ونص ديال سنيدة. نعم كاس ونص ديال سنيدة. واحد الخمارة. خمارة. 100 غرام ديال القرقاع نشدوه نصهطوه في الفران، نحاولوا نحيدوا له ديك القشره اللي كتكون مره ونطحنوه. غيتسخن غير شويه. غير باش ديك القشره اللي كتكون مره باش كتزول شويه. نحيدوها نعم، نفركوا بين يدينا وكتبدا تطير نعم. و 200 غرام ديال الطحين. 200 غرام ديال الدقيق. هادو المقادير ديال البراوني. نعم. بالنسبه لكناش. كناش. غنحتاجو 100 غرام ديال الشكلاط. 100 غرام ديال الشوكولات. 100 غرام ديال القشده الطريه. 100 غرام ديال القشده الطريه. واحد النصيصه ديال القرقاع يبقى صاينين. نصيصه ديال القرقاع، هادو غير للتزيين يعني غير شويه. غير للتزيين من الفوق غير باش نذكرو بلي راحنا يعني مستعملين القرقاع في الوسط البراوني. نعاود المقادير إذا سمحتي. عندنا 200 غرام ديال الشوكولات غبره المر، وقلتي لنا بغينا العبار يجينا مقاد، نديرو واحد كاس والعامر والكاس الاخر قل ربع ياك، قل الثلث ديالو، ديرو ثلثين ديال الكاس تقريبا ياك. عندنا 200 غرام ديال الزبده مذوبه، الا بغينا نعبروا بالكاس ديال العنبه نفس الشيء، يعني كاس والكاس الاخر نعمروا الثلثين ديالو. عندنا ثلاثه ديال البيضات، واحد الكاس ونص ديال سنيده، عندنا خنيشه وحده ديال الخميره، خماره وحده، 100 غرام ديال القرقاع اللي كنسخنوه شويه في الفرن وكنحكوه ما بين يدينا غير باش نحيدوا له داك القشره ونطحنوه، و 200 غرام ديال الطحين. عندنا واحد القبيصه ديال الملح لالا جليلة. قبصه ديال الملح. عندنا بالنسبه لاكناش عندنا 100 غرام ديال الشوكولات، الشوكولات غبره تا هو ولا طريفات؟ لا الا كان الشوكولات الاخر اللي نذوبوه احسن. يعني الطرف ديال الشوكولات اللي كيذوب، و100 غرام ديال القشده الطريه، واحد شويه واحد الحفينه صغيره ديال القرقاع مقطع نصوصه. تفضلي. بالنسبه للطريقه غادي ناخذوا داك الشكلاط، الا كان عندنا شكلاط غبره يعني في الاول من الاحسن، غادي نخلطوه مع ديك 200 غرام ديال الزبده ودوك ثلاثه البيضات، يعني الثاني جميع المقادير يعني كتخلط سواء بالخلاط اليدوي او لا بالسيده اللي عندها العجانه، يعني تعمل فيها كل شيء وتخلط كل شيء في مره. نعم يعني ما فيهاش شي تكنيك اللي معينه باش نتبعوا كل حاجه بوحدها، يعني كتبقى يعني غالبا تنبداو بالبيض باش ما باش يتحل مزيان البيض مزيان، ونضم السكر والبيض ونبداو نزيدوا المواد الدهنيه والمواد القاصحه الجافه كنخلطوها مع بعضياتها. يعني نفس لو برانسيب اللي كناخذوا في جميع لي كيك. بحال كل لي كيك نعم. تفضلي. وصافي وغادي نديروا في شي لاطه تكون مدوره. من الاحسن نديرو شي بابي سيلفي غيزي من التحت، حيتاش كيكون اللون ديالو اسود، الا بقينا الا رشينا بالدقيق يعني كيبقى معلم
من الافضل نديروا له الكاغيط الزبده ولا الشوكولاته غبره. الا ما كانش باتيسيل فيغيزي ندهنوا بالزبده داك المول ونرشوا عليه الشوكولاته غبره. نعم صافي. ومن بعد ملي كيطيب كنجبدوه كنخليوه حتى كيبرد. ديك لاكاناج كنسخنوا ديك 100 غرام ديال القشده وكنزيدوا فيها ديك 100 غرام ديال الشوكولات. يعني الطريقه ديال لاكاناج العاديه اللي كنصوبوا كنصبوها فوق داك البراوني. نعم. وكنسدو داك المصيصات ديال الكركاع كنديروهم بحال هكا من الفوق. نعم غنزينو بالانصاب ديال الكركاع. يعني المذاق ديالو كيجي زويون حتى فشي عشيه الا بغيتي تفرح بشي حد اولا هذا يعني ما غاديش يحشمك. نعم يعني زوين وسهل وما غيخسرش يعني ضروري غيجي مزيان يجي مزيان. نعم وحداد الخميره كافيه. قول لي وحداد الخميره كافيه كيطلع مزيان. لا خميره وحده كافيه حتى تسمع هذيك الكميه الزبده اللي فيه كيجي بحال مويه من الداخل كيجي زويون. نعم نعم. شنو الوصفه الثانيه اللي غتقترحي علينا؟ غادي نعطيك مرقه بالتفاح واللوز بما اننا في موسم التفاح. مرقه بالتفاح وباللوز. نعم تفضلي. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 200 غرام ديال اللوز مسلوق ومنقي. 200 غرام ديال اللوز مقشر ومقلي. مقلي ومطحون. ومطحون مهرمش. و 200 غرام ديال السكر سنيده. 200 غرام ديال سنيده. جوج معالق بالقرفه. جوج معالق ديال القرفه. صغار؟ لا كبار. كبار. جوج معالق ديال المزهر. جوج معالق. مزهر. عصير نص حامضه. عصير نص حامضه. وربعه ديال حبات التفاح. ربعه ديال التفاحات. 100 غرام ديال الزبده. نعم 100 غرام ديال الزبده. ونص كيلو ديال الورقه صغيره. نص كيلو ديال الورقه ديال البسطيله صغيره. صافي هادشي اللي غنحتاجو. قلتي لنا هادي مورقه بالتفاح واللوز فيها 200 غرام ديال اللوز مقشر يعني كنديروه في الماء مغلي وكنقيوه وكنطحنوه نقليوه ونطحنوه ونهار مشوه شويه. 200 غرام ديال سنيده. جوج معالق كبار ديال القرفه. جوج معالق كبار ديال المزهر. عصير نص حامضه وربعه ديال التفاحات. حاجتنا ايضا في 100 غرام ديال الزبده ونص كيلو ديال الورقه ديال البسطيله صغيره. تفضلي. واحد الاناء الا جليله غادي ناخذ داك اللوز اللي هرمشناه ونزيدو عليه السكر ونزيدو عليه داك جوج معالق القرفه. القرفه جوج معالق المزهر. المزهر. نعاود ناخذ داك التفاحات بوحدهم من بعد ما نقيوهم نزيدو عليهم داك عصير نص حامضه باش يبقاو لنا داك اللون ديالهم الطبيعي. كي كنقطعو التفاح وعلى فكره ممكن التفاح نعوضوه بالبعويد. نعم. البعويد كيجي زوين في هذه الوصفه. نعم. وغادي ندوزو للطريقه. غادي ناخذ نعم التفاح كي غيكون الحجم ديالو ملي كنقيوه واش غنقطعو شرائح؟ كنقسموها على شرائح كنقسموها على جوج كنحيدو ديك العلفه لداخل وكنمشيو هكاك يعني دي طرونش اطوال. تفضلي. ناخذ الورقه ديال البسطيله نحطوها قدامنا فوق شي خشبه ونزيدو عليها ندهنوها يعني بزبده مزيان وكناخذو معلقه من داك الخليط الاول ديال اللوز والسكر والقرفه كنفرشوه يعني هي في الوسط هي واحد الدائره في الوسط. وكنحطو عليها تقريبا اربعه او حتى خمسه د الشرائح ديال التفاح. نعم. ونوليو نهزو معلقه واحده اخرى من داك اللوز ونغطيو داك التفاح يعني داك التفاح كيجي لداخل اللوز من التحت واللوز من الفوق والتفاح كيجي لداخل الوسط. نعم. وكنطويوها بحال ما كنطويو شي رغيفه يعني كتجينا كتعطينا شكل مربع. نعم. وباللي كنجمعوها كنوليو كنمتنوها بورقه واحده اخرى عاود ديك المربعه كنهزوها كنحطوها في ورقه واحده اخرى باش ما تطرطقناش ديك الحشوه وتخرج ونعاودو نجمعوها حتى هي بنفس الطريقه على اربعه كتجينا بحال شي رغيفه. نعم. وكنشدوها من الفوق كنشوفو شي سكين ماضي وكنحلوها كنديرو بحال ان شكل بحال الكخوا بحال هكا من الفوق بحال شكل زائد. ومن بعد كنديروهم في شي لاطا وكندخلوهم للفران انا جي بريفير ما يتقلاوش. نعم. وملي كنخرجوهم الا بغينا نضيفوهم في العسل كاملين يعني كان ما كان شي بحال هكا غير شي معلقه ديال العسل
ندوزو عليهم بحال هكا غير من الفوق حيت ديجا فيهم واحد الكميه ديال السكر من الداخل. نعم يعني واحد المعلقه ديال العسل لك العسل الجيد غيكون افضل واحسن، غتجي الطعم ديالو مزوين وما غايجيوش مزعلكين، غايجيو افضل. يعني انا تنفضل هذه الطريقه اللي قلتي، انا كنفضل انهم يدخلوا للفران ويتسقاو بواحد المعلقه ديال العسل من الفوق، واحد المعلقه ديال العسل ونرشوا عليهم شويه ديال اللوز. يعني كتحاول ما ولينا كنحاولوا ما كنمشيو بالنصائح ديال السي العياشي اللي بكره ما عرفتش يكون معنا كل نهار في الكوزينات ديالنا فين ما مدينا يدينا خصنا نسولوا واش نقيسوا هذه ولا لا، واش نقيسوا هذه ولا نبعدوا عليها. شكرا لله، ربي يخليك بارك الله فيك عزيزه. شكرا لله جليله، عطيك نهار عيد ميلاد ولدي ان شاء الله، وبغيت نشارك الفرحه ديالي مع جميع المغاربه. شكرا لكم بزاف، سنه سعيده لولدك ولكل الناس اللي كيحتفلوا بعيد ميلادهم، الله يخليه لك ويفرحك به.